منذ 15 أبريل الماضي أخذت دائرة القتال تتسع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانحصر القتال في العاصمة الخرطوم وفي بعض مدن ولايتي كردفان ودارفور. وفق المعلومات الواردة وسير المعارك، فإن القتال في الخرطوم جاء بدافع السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعلى مداخل العاصمة، ما تسبب في امتداد الاشتباكات إلى مدن العاصمة الثلاث، حيث تتوزع الأهداف العسكرية على مساحات واسعة. وضع معقد زاد من حدة المعارك وجعل تأثيرها كبيراً على سكان العاصمة الذين فروا بمئات الآلاف. وفي الأيام الماضية دخل إقليم كردفان إلى القتال بشكل كبير، وشهدت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان قتالاً عنيفاً. وتمثل الأبيض بموقعها الاستراتيجي أهمية كبرى للطرفين، فهي نقطة عبور إلى ولاية دارفور، كما تتواجد بها قوات الهجانة التابعة للجيش السوداني، وهي قوات ذات قدرات قتالية عالية دخلت في معارك مع الدعم السريع. أمام كل هذا يبدو القتال في إقليم دارفور الأخطر والأعنف، فالإقليم أساساً طالما عانى من الاضطرابات الأمنية، كما أن لديه تاريخاً طويلاً من القتال القبلي الذي يغذيه انتشار السلاح. وبحسب المتابعين، فإن القتال بين الجيش والدعم السريع أجج الصراع القبلي في مدينة الجنينة. مدن دارفور الأخرى لم تسلم أيضاً، فهي الفاشر وكتم بولاية شمال دارفور ونيالة في جنوبه تشهد معارك متفرقة قابلة للانتقال إلى مناطق أخرى. وأمام كل هذا يبقى التساؤل مطروحاً، لماذا طال أمد الحرب؟ قد يكون السبب الرئيس هو أن الجيش، وبالرغم من قدراته العالية، ظل يعتمد خطة دفاعية لإنهاك خصمه واستنزافه وقطع إمداداته العسكرية، كما أنه يحاول تجنب وقوع خسائر كبيرة من خلال اللجوء لعمليات القصف المركزة. وفي المقابل، لا تمتلك قوات الدعم السريع العقيدة القتالية النظامية والاستراتيجيات التي يمتلكها الجيش، وبخلافه فهي تعتمد على أسلوب الكر والفر. فضلاً عن كل هذا، يضيف المراقبون أن الجيش بالرغم من الاستراتيجيات الحربية التي يمتلكها، لكنها تظل دون جدوى باعتبار أن المعارك تدور داخل المدن وفي الأحياء السكنية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.